يتقبل ان شاء الله يا رب العالمين. أول يوم نستقبل فيه الفوج الأول من حجاجنا الميامين الذين رجعوا إلى أرض الوطن سالمين غانمين. هذه أول رحلة وستتلوها رحلتين في هذا اليوم المبارك. استقبلوا هؤلاء الحجاج الذين بلغ عددهم في هذه الرحلة 300. نؤكد أن ظروف الحج بحمد الله سبحانه وتعالى مرت في ظروف محكمة التنظيم ميسرة بحمد الله سبحانه وتعالى. المرافقة كانت دائمة لحجاجنا الميامين انطلاقا من أرض الوطن ووصولا إلى البقاع المقدس. لا أدل من نجاح هذا الموسم الجائزة التي حصلت عليها الجزائر، جائزة التميز في خدمة الحجاج. ما شاء الله ربي يبارك فيهم والله، يعني ما خلوناش زعما نتوهوا، يوريونتيونا باينين بالعلامات تاع الجزائر، مظلات تريكوات اصفر تاع البعثة، كلش باين الحمد لله وجذب ما شاء الله. عشنا 18 يوم تما، نتمناها لكل مؤمنين، شعور لا يوصف. نتمنى يعني لكل مؤمن، كل مسلم، انه يزور هذيك البقاع. التعطير بالنسبه للوفد الجزائريه، بالنسبه للمنظمين وبالنسبه يعملوا مجهود، يعملوا مجهود ما نكذبوش، لكن ما تقدرش تدي كل شيء كما تحب انت، لانه هذا الحج الاصل فيه هو المشقه.